أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الصحافة اليوم. في حلقة اليوم نناقش أهم الأخبار والموضوعات الواردة في العدد الجديد لصحيفة الوفد، ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا لاستعراض وتحليل أهم هذه الموضوعات والأخبار الأستاذ مجدي حلمي، مدير تحرير صحيفة الوفد. أستاذ مجدي أهلا بك. أهلا وسهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. لو بدأنا من عدد الثلاثاء أستاذ مجدي ومن الصفحة الثانية من صحيفة الوفد، طالع الهنيدي قوانين الدولة خلال ساعات، حرمان المتهرب من الضرائب من مباشرة الحقوق السياسية نهائيا. نعرف تفاصيل هذا الموضوع وهذا الخبر الوارد في الصفحة الثانية. النهاردة المستشار إبراهيم الهنيدي عمل مؤتمر صحفي مع المحررين البرلمانيين، أعلن عن الجديد في الجدل الدائر حوالين النظام الانتخابي المصري، قوانين الانتخابات. المستشار الهنيدي اتكلم على زيادة عدد الدوائر، عدد المقاعد للفردي إلى 444 مقعد، واتكلم حوالين بقاء القوائم على 120 مقعد بنفس التشكيل الوارد. لكن لازال الجدل مستمر حوالين مدى دستورية ال 444 مقعد، خصوصا ان اللجنه تجاهلت معيار مهم لتقسيم الدوائر هو الوزن النسبي للصوت. فلو لجنه ارادت ان تحسم هذا الجدل فعليها ان تقسم ال 444 مقعد الى النصف، يعني 222 دائره زي برلمانات ما قبل 2011، اللي هي برلمان 2005 و2010 لما كانت الانتخابات بتجرى بالنظام الفردي على 222 دائره ورئيس الجمهوريه كان بيعين 10. فبالتالي 444 مع تعديل بسيط في بعض الدوائر اللي كانت تم تفصيلها خصيصا لقياده الحزب الوطني، زي دائره منوف، زي دائره الزرقاء، زي دائره باب الشعريه، لابد من اعاده النظر في هذه الدوائر. اعتقد لو تم تقسيم الدوائر ل 222 دايره هيتم تلافي الطعن الاهم اللي هو الوزن النسبي للصوت، خصوصا ان اللجنه تلافت فكره الوزن النسبي للمقعد، يعني كل 159 الف اليوم مقعد، فبالتالي من الممكن جدا ان يكون كل 300 الف اليوم مقعدين. لكن لا يجوز للجنه ان تجعل مواطن ينتخب 3 مرشحين ومواطن اخر ينتخب 2 ومواطن اخر ينتخب نائب واحد، ان دي بتنسف فلسفه الدستور كلها اللي هي القائمه على مبدا المواطنه والمساواه وتكافؤ الفرص. الدستور الجديد باب الحقوق والحريات بيكرس لي 3 مبادئ اساسيه. المبدا الاساسي ان الناس مواطنون متساوين في الحقوق والواجبات، ولا يجوز تفرقه بينهم على اي اساس من الجنس او اللون او الشكل او الديانه او المذهب او العرق او القبيله. ده ان اللجنه تعمل في الانتخابات ان الناس 3 درجات او 4 درجات، مواطن درجه اولى ينتخب 4 نواب، ومواطن درجه ثانيه ينتخب 3 نواب، ومواطن درجه ثالثه ينتخب نائبين، ومواطن درجه رابعه ينتخب نائب واحد. ده اول طعن امام المحكمه الدستوريه العليا ستبطل الانتخابات، فعلى اللجنه ان تتلافى هذا العيب. خصوصا ان احنا كمان من المعايير الدوليه للانتخابات الحره النزيهه ان يجوز الانحراف بنسبة من 6-10% في الوزن النسبي للمقعد، باستثناء المحافظات الحدودية أو المحافظات الصحراوية اللي فيها عدد قليل من السكان. فاللجنة أمامها لازالت في التعديلات، لكن الجديد واللي أخذت به اللجنة اللي حرمان المتهرب من الضرائب من مباشرة الحقوق السياسية. وفق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اعتبرت جريمة التهرب من الضرائب جريمة دولية وجريمة مخلة بالشرف، ويجوز محاكمة المتهرب من الضرائب ليست في، لو كان متهرب من الضرائب في مصر يجوز محاكمته في أي دولة أخرى بتهرب والعكس. فبالتالي ده مبدأ مهم، لأن ده هيمنع رجال كثير من المشتاقين إلى المقعد ومتهربين من الضرائب بيقدموا إقرارات ضريبية مزورة وإقرارات ضريبية غير حقيقية، واللي بيشتغلوا في غسيل الأموال وفي تجارة السلاح وفي تجارة الآثار إنهم يقدموا إقرارات حقيقية حوالين الضرائب اللي بيدفعوها للدولة. فدي خطوة أنا بأيدها وتتفق مع القانون الدولي لمكافحة الفساد. أهم ما قاله أيضا المستشار إبراهيم هنيدي في المؤتمر الصحفي مع المحررين الصحفيين البرلمانيين،
يعني هو اتكلم حوالين ان يعني القوانين او شكت على الثلاثه انه اعد المذكره النهائيه للقوانين الثلاثه اللي هي قانون مباشر الحقوق السياسيه، قانون تقسيم الدوائر، وقانون مجلس النواب. كمان الهنيدي اتكلم على زياده الدوائر، واتكلم على الحرص على فكره المحافظات الحدوديه، وقال ان هذه من الامن الـ هل اعلن موعد محدد لصدور هذه القوانين الثلاثه؟ لا لا، هي هتذهب لمجلس الدوله. مجلس الدوله وفقا للدستور هيراجع هذه القوانين، هو رايه مش ملزم لكن رايه استشاري، واتمنى ان يتحول رايه هذه المره الى ان يكون راي ملزم. لان مجلس الدوله او الهيئه المنوط بها فحص هذه القوانين اللي هي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدوله بمحكمه القضاء الاداري، فيها فقهاء من القانون وخبراء من القضاء، فيا ريت نسمع كلامه. ودي ممكن تاخد ما بين 10 الى 15 يوم لو كان في وجه الاستعجال. نعم، نظل في الصفحة الثانية أستاذ مجدي ونطالع فيها. انتخابات القضاء مهددة بالبطلان، تعديل لائحة النادي تهدد انتخابات القضاء، رئيس القضاء الأعلى يتدخل لإنهاء الخلاف حول شرعية اللجنة المشرفة، أبو علم تشكيل اللجنة معيب، والنادي لا يملك حق التعديل. نعرف اولا يعني ايه ملابسات هذه المشكله. يعني خليني في الاول بس اعرب عن اسفي لهذا يعني للحال اللي وصل اليه قضاء مصر، خصوصا احنا الدول اللي بنستنجد بيهم في الاشراف على الانتخابات. هو اللي حصل ان اللائحه بتقول ان اللجنه اللي تشرف على الانتخابات من اقدم نواب. لائحه ايه بالظبط؟ لائحه النادي. لائحه النادي. النادي بنعتبره جزء من السلطه القضائيه، فهو ما بيحكمهوش قانون، لانه لا يتبع قانون الجمعيات ولا يتبع قانون شباب الرياضه، لكن هو هيئه مستقله تابعه للسلطه القضائيه، ورئيس محكمه النقض هو رئيس الجمعيه العموميه للنادي. فبالتالي هو اللي بيحكمه نظام داخلي بيضع القضاه بانفسه. ودي كانت معركه قديمه وانتهت اليها في 2006 تيار استقلال القضاه، واقروا هذا المبدا وصار عليه كل من اتى بعد هذه المجموعه. لكن اللائحه بتقول ان اللجنه دي تكون من اقدم نواب في محكمه النقض ورؤساء الاستئناف. التعديل اللي تم شيل كلمه اقدم. لكن لان هنا هتحصل منافسه، الاقدم معروف، مجدي اقدم من احمد واحمد اقدم من حسن، فلو اعتذر مجدي معروف احمد هيجي مكانه، ولو احمد اعتذر هيجي حسن. تمام. فكان الترتيب فيه شفافية وفي يعني في منتهى واضح. لكن لما نشيل أقدم ويقول من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف، من الذي سيختار هؤلاء؟ من اللي له الحق في تعديل اللائحة هذه؟ الجمعية العمومية للنادي. المطعن هنا أن مجلس الإدارة الحالي عدل النادي بدون عرض على الجمعية العمومية. مجلس إدارة بيقول إن هو عرض على إنه أخذ تفويض من الجمعية العمومية بتعديل اللائحة. خلاص الطاعنين واللي بيقودوا المستشار هشام أبو علم قالوا لا، فلجأوا إلى شيخ القضاء المستشار حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض، وهو المنوط بيه إنه يفصل فإما هو أن يعيد النص الأقدم للائحة، أو أن يقوم هو باختيار اللجنة بعيدا عن مجلس إدارة النادي، خصوصا أن مجلس إدارة النادي كله يخوض الانتخابات، منه الرئيس الحالي المستشار أحمد زين وسكرتير عام النادي المستشار محمود الشريف يخوضون الانتخابات على مقعد الرئيس. فبالتالي المنافسة شرسة والمعركة شرسة، لأن في أكثر من 77 مرشح بيتنافسوا على 16 مقعد، بجانب 6 بيتنافسوا على مقعد الرئيس، يعني في اكثر من 85 منافسه. وتم حل الاشكاليه دي او المشكله، هو بكره هتنتهي مده الطعون على او اليوم يعني هتنتهي مده الطعون على هذه الانتخابات اللي بيقدمها القضاء، طعون على المرشحين، وبالتالي من الممكن ان يحسم رئيس محكمه النقض هذه الازمه بكره على اقصى تقدير، لاني المستشار هشام معلم وفقا لما ورد في التصريح دعا زملائه الى عدم اللجوء الى الطعن امام القضاء، خصوصا اني انا بايد هذا، لاني احنا القضاء اللي بنامن عليهم انهم يشرفوا على الانتخابات.
هم بيشككوا في 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 بعض، فبالتالي كيف المواطن العادي يثق في ادارتهم للانتخابات؟ تمام. ننتقل الى الصفحه الثالثه وموضوع اخر استاذ مجدي، ونطالع اعدام 22 متهم والمشدد 10 سنوات لحدث في اقتحام مركز كرداسة، صراخ وعويل بين المتهمين وهتافات معاديه للشرطه والقضاء بعد النطق بالحكم. نعرف ملابسات ما حصل و الحكم الذي صدر. هي محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة أصدرت النهاردة حكمها في قضية المعروفة بقضية اقتحام مركز كرداسة وقتل اللواء هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف، كان من قوات الشرطة وقتلوه عمدا وشرع في قتل آخرين يوم 3 يوليو من العام قبل الماضي، اللي هو يوم إعلان البيان بتاع البيان اللي صدر من القيادة العامة للقوات المسلحة والأحزاب السياسية استجابة للملايين اللي خرجت في 30 يوليو. الحكم قضى بمعاقبة 14 متهما حضوريا موجودين بالإعدام بعد تأييد المفتي الجمهورية للحكم، وثمانية غيابيا هاربين، وحدث واحد فقط لظروفه انه حدث طفل يعني لم يبلغ من العمر 18 سنه قضي بعشر سنوات. طبعا من الطبيعي ان الاهالي يصرخوا ويعملوا، لكن كان عليهم انه يراجعوا لاولادهم ارتكبوا الجريمه دي. يعني ما هو زي ما القتيل الاهل يتبكون عليه ويبكون عليه يعني فدي دي وحننتظر ده يعني بكره كمان في الحكم الخاص باحداث الاتحاديه المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، في نفس الوضع برضه هتلقى الصراخ والعويل، هذا عادي من جماعه الاخوان المسلمين واهاليهم في مثل هذه الاحكام، وهيطلع يقول لك ان الحكم مسيس ويطلع يقول لك ان الدنيا لكن من قتل يقتل ولكم في القصاص حياه. هذا هو الاسلام، الدين الاسلامي اللي بيقولوا اللي هم الاخوان المسلمين بيقولوا انهم دعاة ورعاة الإسلام، وهم اللي كانوا بيطلعوا ويقولوا المرسي اضرب من حديد، اقتل، ادينا الأمر اندمر لما كانوا بيخرجوا في مظاهراتهم فيها. فلماذا عندما يتم تطبيق القوانين التي رفضوا هم لما كانوا في الحكم تغييرها؟ يعني نحن كثيرا ناشدنا إلغاء عقوبة الإعدام في أيام حكم الإخوان، رفضوا تماما إلغاء، فهم يشربون ثمن أخطائهم. تمام. ننتقل إلى أو نظل أستاذ مجدي في الصفحة الثالثة ونطالع منها موضوعا آخر بعنوان هلال ومغازي يبحثان في الخرطوم التكامل الغذائي. نعرف تفاصيل هذا الموضوع. في زيارة من وزير الزراعة وزير الري للخرطوم. حلم التكامل الغذائي ده حلم قديم للمصريين والسودانيين وللمنطقة العربية كلها، خصوصا ان احنا يعني بنقول ان السودان هي سلة الغذاء للوطن العربي، ملايين الفدادين من الاراضي لا تجد من يزرعها وتريد فقط راس مال وايدي عامله، فياريت يعني يتم يعني اهم ما هو مطروح على اجنده الزياره استاذ مجد هو تنفيذ التوصيات اللي انتهى إليها مؤتمر شرم الشيخ الخاصة بالسودان لما دعا الرئيس السوداني البشير إلى المصريين رجال الأعمال المصريين إلى الاستثمار في المجال الزراعي، تعالوا زرعوا وخدوا حصيلة الزراعة دي عندكم، لأنه هو عارف الزراعة هتشغل أيدي عاملة سودانية، هنستثمر الأراضي نستصلحها، هي مش محتاجة استصلاح فقط، هي محتاجة إدارة وموارد مالية فقط لا غير، ومحتاجة أيدي عاملة ماهرة. فبالتالي هنا من 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 الممكن ان يتم وضع، واحنا عندنا اربع اتفاقيات قديمه اسمها اتفاقيات الحريات الاربع، يا ريت يتم تفعيلها، خصوصا ان احنا في وقت في شهر العسل ما بين الدولتين، لان العلاقه بين مصر والسودان في ظل الحكم عمر البشير كانت بتمر بفترات جذب وشد وجذب مع القاهرة، الخرطوم والقاهرة، بدءا من محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسني مبارك في سنة 95 حتى ببداية، فبالتالي يريد تستمر هذه العلاقة أن تكون علاقة شعوب وليست علاقة حكومات، لا تتأثر بالتوتر ما بين الحكومات، وأن يتم تأمين
الاستثمارات المصرية في السودان والعكس. وكما تعلم ان 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 يوجد في مصر اكثر من 2 مليون سوداني يقيمون في مصر. فالعلاقة ما بينه وهناك عائلات مصرية سودانية مشتركة يعني. تمام. فبالتالي هي علاقة قديمة وأزلية. نعم. ننتقل إلى الصفحة الرابعة من عدد الثلاثاء لصحيفة الوفد ونطالع منها موضوعا آخر. أستاذ مجدي حلمي مدير تحرير صحيفة الوفد، قمة أوروبية طارئة لبحث كارثة مركب الموت، 250 طفل وامرأة ضمن الغرق وأغلب الضحايا من مصر وثماني دول إفريقية. يعني الى 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 هذه الكارثة اللي راح ضحيتها كما يقول الشاهد من شهود الناجين 950 شخص كانوا على هذه المركب. 950 شخص كلهم ذهبوا الى اتجاه في المركب، فالمركب غرقت. لكن هي القمة الأوروبية ليه؟ هي المركب كانت بتنقل مهاجرين من ليبيا. اكثر من 950 منهم منهم 200 امرأة و50 طفل من مصر وعدد من الدول الأفريقية، من آسيا كمان، من إلى 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 سواحل إيطاليا، وهو الخط الهجرة غير الشرعية. في خطين معروفين للعالم، الخط ليبيا جزر سواحل إيطاليا، وفي المغرب أسبانيا، هم دول. والخط اللي وقف اللي كان مصر اليونان، اللي كان دمياط بورسعيد اليونان. وده حرس الحدود المصري البحرية المصرية أنهيته يعني خلاص، فلم يبقى إلا الخطين دول، وهم دول عاملين إزعاج لأوروبا، خصوصا أن الاتحاد الأوروبي غير جاد في وقف المهزلة التي تحدث في ليبيا. فتجار الهجرة غير الشرعية دول بيستغلوا حالة الفوضى اللي في ليبيا. حتى ال 22 او ال 32 اثيوبي اللي تم ذبحهم من قبل داعش كانوا في طريقهم الى هجره غير شرعيه. عدد كبير من المصريين بيخشوا ليبيا من اجل الهجره غير الشرعيه. فبالتالي هي كارثه بكل المقاييس. احنا بنطالب الدول الاوروبيه بانها تتحرك لوقف ما يحدث في ليبيا من مهزله واقرار السلام، لان كل مكان في استقرار في ليبيا وفي دولة قوية سوف يتم منع أعمال هجرة شرعية. وكان العقيد القذافي لو تفتكر والسادة المشاهدين يفتكروا، كان عندما يريد تأديب أوروبا كان يرسل لهم المهاجرين غير الشرعيين ويتصل بهم ويقول لهم الحقوا في مراكب في المياه الدولية الحقوا خدوها. فكان بيبتز بها الدول الأوروبية. نعم. فهي كارثة بكل مقاييس. نحن لا نعرف من هم المصريين الموجودين على هذه المركب. الخارجية المصرية اكتفت فقط ببيان ضعيف تعزي فيه حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية، لم تصدر أي بيانات حوالين من الذين كانوا على هذه المركب، هل فعلا في مصريين ولا لا، كم عددهم، خصوصا أني بالأمس كان في تقرير من جريدة تايمز قال أن في 1400 طفل هجروا إلى أوروبا في السنة الماضية. ف كل هذه الأرقام تطالب من الحكومة المصرية ومن السلطات المصرية أن تأخذ هذه القضية مأخذ الجد، وأن تلزم الدول الأوروبية بأن تقوم بأعمال قوية من أجل إعادة الاستقرار إلى ليبيا. نعم. نظل في الصفحة الرابعة أستاذ مجدي حلمي مدير تحرير صحيفة الوفد ونطالع فيها انفجارات ضخمة تهز صنعاء وتأهب سعودي لحماية منشآت أرامكو النفطية. المتحدث باسم الداخلية السعودية طلبنا الاستنفار لمواجهة هجوم محتمل على مركز تجاري ومنشأة للطاقة. يعني عاصفة الحزم دخلت أسبوعها الثالث، حققت كما قال المتحدث الرسمي لعاصفة الحزم ان تم تحقيق اهدافها بنسبة 80%، وان على وشك تبدا المرحلة الثانية، لكن هم مدين فترة للإغاثة الإنسانية. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية منصور التريكي اعلن ان عندهم معلومات ان ميليشيات الحوثي ومجموعات من انصار علي عبد الرسول إرهابية داخل الأراضي السعودية
خصوصا المناطق الحدودية جنوب السعودية وشمال اليمن. من بينها المعلومات دي ان في مراكز المولات التجارية او منشآت شركة ارامكو للنفط، وهي من اكبر شركات البترول في العالم، وهي موجودة في المنطقة الجنوبية والشرقية للمملكة العربية السعودية. فحالة الاستنفار اعلنت، الانفجارات اللي بتهز صنعاء دي ضرب للمخازن التسليح الحوثي، خصوصا ان الحوثيين بدأوا يخزنوا ما بقي لهم من سلاح في مساكن للمدنيين، وكذلك انصار علي عبد الله صالح بيخزنوا السلاح في بيوتهم. فبالتالي القوات عاصفة الحزب بتعمل على انهاك هذه القوة وتدمير هذه البنية القوية من السلاح. نعم، الأستاذ مجدي حلمي مدير تحرير صحيفة الوفد، شكرا على تشريفك ضيفا كريما في حلقة اليوم من برنامج الصحافة اليوم. شكرا فريق. شكرا جزيلا. شكرا. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الصحافة اليوم. في الغد إن شاء الله حلقة جديدة، فانتظرونا وإلى اللقاء.